السلام عليكم. مع استمرار الأوراق الحقوقية المستعرضة في مجلس حقوق الإنسان في دورته 36، تم اليوم استعراض أحد أقصى الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون منذ بداية الحرب، وهو النزوح والتهجير القسري. فبحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فإن 3.5 ملايين يمني نزحوا منذ الحرب داخل الوطن إلى مدن أخرى، فيما أكثر من 300,000 نزحوا إلى خارج البلد. انقلاب شتت اليمنيين في كل مكان، لا مدينة ولا قرية إلا وفيها يمني هارب من جحيم الحرب التي أشعلها الحوثيون. في تعز، وهي أكثر المدن تعرضاً لهذه الجريمة، هجرت ميليشيا الحوثي والمخلوع آلاف المواطنين الساكنين في بيوتهم والمفترض أن يكونوا في أمان الله وسكناهم، لكنها لسبب أو لآخر أجبرتهم على ترك بيوتهم والذهاب إلى مكان يجهلون، باحثين عن خيمة ومأوى. منهم من سكنوا المدارس، ومنهم من استجار بأقاربه، ومنهم من تركوا في العراء تحت طرابيل واهية لا تقيهم حرارة الشمس ولا زمهرير البرد. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يخصص حلقة الليلة عن أوضاع النازحين. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. 3,500,000 نازح هم ضحايا حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع التي تكمل عامها الثالث. عدد من هؤلاء النازحين 1,100,000 نازح. بحسب الوحدة التنفيذية للنازحين، فقد تصدرت محافظة مأرب المركز الأول في استقبال النازحين، حيث وصل عدد القادمين إليها أكثر من 400,000 نازح تسببوا بأزمة سكن في المدينة أدت لارتفاع الإيجارات إلى مستويات خيالية. تليها محافظة حجة بقرابة 400,000 نازح، ثم تعز بحوالي 300,000. إلى خارج الوطن نزح ما يقارب 312,000 مواطن منذ بداية الانقلاب، ثلثاهم نازحون في المملكة العربية السعودية والبقية مشتتون في دول مختلفة. وأجبرنا على الخروج أو أنه سوف يهدم البيت فوق رؤوسنا. ساروا على الأقدام، خرجوا هم أطفالهم، هم نساءهم، مديرية في قرية دباح. التهجير القسري قصة معاناة أشد قساوة. ففي تعز قامت ميليشيا الانقلاب بتهجير آلاف المواطنين من مدنهم وقراهم بغرض التمركز فيها، خصوصا تلك القرى في أعالي الجبال. أبناء قرى بلاد الوافي والعفيرة والصلو والربيعي وغيرها تعرضوا لتهجير قسري من قبل الميليشيا، ووجدوا أنفسهم في العراء بلا سقف يظلهم أو أرض تقلهم. دون مخيمات أو ملاجئ يعيش هؤلاء النازحون بمعزل عن ظروف الحياة الطبيعية، إلا من النزل اليسير الذي وصل البعض من المنظمات الدولية، أما معظمهم فلم تلتفت لهم السلطات المحلية ولا المنظمات. النازحون خارج الوطن يتعرضون أيضا لمعاناة لا تقل عن معاناة من في الداخل، بعد أن نفذت مدخراتهم التي كانت تؤمن مصاريفهم وما يقتاتون عليه، لينتظروا بعد ذلك مصيرا مجهولا ومستقبلا بلا أفق، فلا وطن يعودون إليه ولا قدرة لهم على تحمل تكاليف العيش في بلاد الغربة. عن الرحلة دفعونا 150 دولار، لكن احنا لما يخرون أسبوع عادي. انقلاب أسود كأنه نفخ في صور اليمن ليمزقهم كل ممزق، فلا كرامة تضمن لهم الحياة في الداخل ولا استقرار يؤمن لهم العيش في الخارج. معاناة جماعية ترافق اليمني أينما حل وارتحل، والمصيبة الأعظم عندما يهجرك اليمني ولا تجد مكانا يؤويك تحت سماء بلدك. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ جمال. يعني بداية نود أن تعطينا لمحة عن خارطة النزوح في اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الحرب الظالمة التي شنها الحوثيين وصالع اليمنيين أفرزت كثير من الأمور التي لا يستطيع فيها المواطنين الجلوس في منازلهم. القصف العشوائي، كذلك التهجير القسري، كذلك يوجد عند النازحين في مناطق كثيرة. نحن في عدن توصلت كثير من النازحين من المناطق التي هي فيها الصراع الشد، الصراع الذي فيها القصف العشوائي، يوصل لحد 5,000 أسرة في عدن. يوصل نازحين من كل مكان، سواء كان من حديدة أو من إيب أو من
من صنعاء أو من كل المناطق ومن تعز بشكل ذات. كذلك في الأسبوع الماضي دائما توصل عندنا نداء استغاثة، حوالي في الأسبوع الماضي 250 أسرة جات بأطفالهم بأطفالهم وبماشيتهم في العرى، موجودين في مناطق اللي هي موجودة في قريبة منهم، منطقة الفيوش ومنطقة في بين المزارع. نحاول نحن نتواصل مع المنظمات الدولية أن تسعى إليهم. نحن في اللجنة العليا للإغاثة دائما نتواصل مع السلطات المحلية أن تأتي لنا بقاعدة بيانات بأول بأول بوصول أي نازح موجود في هذه المناطق، لكي نساعدهم عن طريق المنظمات الدولية أو عن طريق منظمات محلية أو عن طريق مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، له دائما هم قاموا يستجيبون في هذا المجال. النازحون كثيرين، يعني لا 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 يعني تقريبا أكثرهم من النساء والأطفال، موجودين في العراء، موجودين بين الأشجار، كذلك في منطقة في أبيان وفي لحج وفي عدن وفي مارب وفي الجوف. نحن حاولنا قدر المستطاع نوصل لهم مساعدات في الأسبوعين الماضية عن طريق بعض المنظمات الموجودة. كذلك إذا لم يكن في تنظيم في العمل للإغاثي، كذلك التوجه مع اللجنة العليا للإغاثي لحصر هذه الأشخاص. كذلك يوجد في بعض المناطق متشردين الذين لا يقدرون يعودون لمنازلهم بسبب تفجيرها، ولا يستطيعون أن يأتون في أماكن معينة لأنهم لا توجد معهم مأوى ولا عندهم ولا يوجد لهم الكلاء. إذا أستاذ جمال، يعني تم تقديم اليوم تقرير حول النازحين في جنيف، ما أبرز ما تناوله هذا التقرير؟ الصوت تسمعني أستاذ جمال؟ الصوت ما أسمع الصوت. نعم إذا أسمعك تفضلي. نعم، لو تحدثنا عن يعني القدرات الاستيعابية للنازحين في مناطق اللجوء أو النزوح، كيف يمكن يعني أن تحدثنا عن هذه الإمكانيات؟ هل هناك قدرة استيعابية فعلا لهم؟ الحقيقة في جهود موجودة لكن ليس بالشيء المطلوب أو بالشيء اللي نحن نتمناه. نحاول نحن قدر المستطاع أن يعني أتمنى من المنظمات الدولية أن تكون دائما باستمرار سرعة الاستجابة. عدم سرعة الاستجابة هذه يؤدي إلى تفاقم المشكلة بالنسبة للمواطنين. توجد كثير من المواطنين لحد اليوم في أماكن كثيرة جدا، يعني يعني أحيانا لا توجد معهم حتى المأوى موجود. نحن دائما الأسبوع الماضي في منطقة المعافر في البيرين جات لنا نداء استغاثة، يعني يوميا توصل لنا يعني أشخاص كثير يهربون من هذا من قصف العشوائي لمناطقهم إلى المناطق الآمنة. أحيانا لا يوصلوا للمدن، أحيانا يكونوا بالجبال، أحيانا يكونوا في العراء. فنحن دائما نحن يعني نتمنى من المنظمات الدولية بقبعة الأمم المتحدة أن توصل إليهم. نحن أحيانا قد لا نستطيع أن نوصل إليهم إلا عن طريق بعض المنظمات الموجودة المحلية اللي هي قد لا توصل إلى المناطق هذه بحكم الإمكانيات إليهم. لكن المنظمات الدولية اللي هي دائما هي بتسعى وتأخذ أغلبية المساعدات سواء كان مركز سلمان أو الأمم المتحدة، نحن نطالب بهم أنها دائما باستمرار على الأقل بمجرد التقارير اللي يقدموها لنا أنهم يسعوا إليهم بتغطية الحدث وتغطية وإيواءهم كذلك وإنقاذهم على الأقل إنقاذ الحياة. توجد سوء التغذية، توجد أحيانا لأحد المجاعة في بعض المناطق التي هي موجودة خاصة اللي تحت سيطرة الحوثي. أحيانا يكون بعض الأطفال وبعض النساء محاصرين في أماكن معينة لا أحد يقدر يوصل إليهم إلا المنظمات الدولية. نعم، يعني تقول لي بأن هذه المنظمات لا تصل بشكل كامل لهؤلاء الذين يتم رفع تقارير بهم؟ أي نعم، لأن السبب الأساسي هم لأن السبب الأساسي لا يوجد تنسيق مباشر مع اللجنة العليا للإغاثة ولجان المحافظات التي شكلت بحيث أن ممكن تعطيهم المعلومة الحقيقية. ولهذا دائما نتحدث مع المنظمات الدولية أن تأتي مع اللجنة العليا للإغاثة ونعمل وحدة معلومات، على الأقل أن حنعرف أماكن النزوح، أماكن الاحتجاج، أماكن اللي ممكن نوصل إليهم سبب مساعدات المنظمات الدولية، سبب مساعدات المنظمات الأقليمية التي دائما هي أحيانا هي تقوم بعملية المسح بشكل فردي وتتوجه إلى هذه المناطق أحيانا دون الرجوع إلينا، فهم مشكورين في ذلك. لكن أحيانا توصل في بعض المناطق وبعض المناطق لا توصل إليهم بسبب فقدان المعلومة.
نعم، إذن اسمح لنا أن نذهب للصحفي غمدان اليوسفي عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا بك أستاذ غمدان. اليوم في جنيف يعني تم تناول تقرير حول المهاجرين والنازحين، هل حدثتنا عن ما تم تقديمه؟ هو رئيس وحدة النازحين في يعني في الحكومة نجيب السعدي تحدث عن يعني تفاصيل النازحين سواء في الداخل أو في الخارج، التفاصيل المتعلقة خصوصا بما يتعلق في يعني في مدينة تعز، وهي ربما المدينة الأكبر الآن حاليا في ما يتعلق بالنزوح، خصوصا تلك المناطق الغربية القريبة من الساحل ومناطق جبل حبشي والربيعي وتبيشعة وغيرها من المناطق التي شهدت ربما أكبر عملية نزوح في يعني خلال الحرب، وكانت المناطق يعني في شمال الشمال في مناطق محافظة عمران وغيرها في الحروب السابقة كانت تتصدر هذه القوائم، وثم بعد يعني الاجتياح الذي حصل لمحافظة تعز والحصار يعني وحصار تلك القرى تحديدا غلبها تلك الكفة، فأصبحت مدينة تعز يعني هي الحاضنة ربما والحاضنة الطاردة يعني في نفس الوقت لأكبر عدد من النازحين في تلك في مناطق النزوح تلك، والسبل التي يعني تحاول فيها الحكومة أن يعني أن تتساعد مع أولئك النازحين، إضافة إلى العجز الدولي حيال الوصول إلى هذه المناطق. نعم. والعجز الدولي حتى في يعني في إظهار المواقف حيال ما يحدث في تلك المناطق، يعني خصوصا الوازعية وموزع وذباب وجبل حبشي وغيرها من المناطق هذه التي ربما يعني تتصدر اليوم قائمة النازحين. تحدث أيضا التقرير عن العائدين إلى محافظة عدن بعد يعني بعد أن تحررت المدينة من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح، وتحدث عن قرابة 450 ألف نازح عادوا إلى هذه المدينة بعد طرد الحوثيين منها، وهذا يعني أن يعني المدينة مع كل الإشكالات التي حاصلة فيها في عدن يعني مع ذلك يعني تمكنت من استقطاب النازحين، خصوصا أولئك الذين كانوا في خارج البلد في جيبوتي والصومال وغيرها من المناطق. وتحدث أيضا عن النازحين في خارج البلد والذين يعني لا يطلق عليهم لاجئين كونهم أساسا لم يحصلوا على حق اللجوء، وتحدث عن يعني عن هذه التسمية خصوصا أنه يعني طرح المتواجدين في جمهورية مصر العربية وفي غيرها من المناطق بما فيها يعني المملكة العربية السعودية والنازحين فيها، يعني كون النازحين هم جدد على المملكة العربية السعودية وليسوا كلهم يعني عمال كما يعني تعارف عليه اليمنيون أن الذين يذهبون إلى المملكة العربية السعودية هم في أساس في بتأشيرات عمل، أو أيضا بعضهم ممن يعملون متسترين في الفترة السابقة في مرحلة ما قبل الحرب، لكن أيضا يعني هذا التدفق الذي حصل في تلك المرحلة لم يعني المملكة العربية السعودية لم تعتبره كهجرة أو كنزوح، وتعاملت معهم كزوار يعني ومنحتهم هذه تأشيرة الزائرين وما إلى ذلك، ويعني محاولة حثيثة لإصلاح أوضاع هؤلاء هنا أو هناك، إضافة إلى النازحين في يعني المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك السودان وماليزيا وتركيا وغيرها من الدول التي مع ذلك يعني اليمني لا يصنف حاليا في هذه الدول كلاجئ كنازح يعني أيوة يصنف كنازح مؤقت يعني مرتبط بفترة آنية لأنه لا تفتح هذه الدول أساسا يعني حق اللجوء، وأيضا يعني أنت تعرفين أيضا مدى صعوبة الوصول إلى دول اللجوء، مدى صعوبة الوصول أو حتى يعني نفسها يعني المفوضية الثانية لشؤون اللاجئين يعني ربما على استحياء فتحت باب استقبال بعض اليمنيين والذين تقوم بتسفيرهم الى يعني الى بعض دول يعني الى بعض دول الهجره او بعض دول اللجوء، وهذا الامر لم يسري كما سرى على مثلا على اللاجئين في سوريا او في العراق او في غيرها من دول. نعم، هذه ربما المشكله التي اود ان احدثك فيها استاذ غمدان. ربما انت تحدثت يعني عن ان هناك صعوبه وصول المجتمع الدولي الى كثير من المناطق، وأيضا صعوبة أو عدم إظهار المواقف، يعني لم تظهر مواقف دولية حقيقية بشأن هؤلاء،
النازحين، لم يصنفوا حتى كلاجئين، لم تعتني بهم الدول الجوار كما حصل مع سوريا. لماذا هذا التغييب برأيك؟ يعني للأسف ربما ينعكس أيضا تنعكس هذه المواقف السياسية هنا أو هناك على يعني على الوضع بشكل عام، سواء الوضع الحربي فيما يتعلق بالأطفال أو بالحصار مثلا لما يتعلق بمدينة تعز أو مدينة البيضاء أو يعني محافظة البيضاء أو غيرها من المناطق، فيتم التعامل ربما يعني بطريقة سياسية. مشكلة النزوح يتم التعامل معها كمشكلة يعني ثنائية، كونها أساسا ليس فيها ضحايا أو دماء أو صور مؤثرة، يعني ربما هذه الصور التي تظهر لأولئك الذين يحملون بطانياتهم أو أثاثهم البسيط، ربما حتى الصياح بأنه ليس لدينا ماء، ليس لدينا أي مقومات الحياة، ليس لدينا، كل هذه ربما أصبحت غير مؤثرة في مقابل التأثير الذي تخلقه صورة من صور قصف طيران أو ما شابه. ربما يعني هذه أيضا الإشكالية هي التعامل أو التعامي عن الضحايا أو التعامي عن الضحايا الذين ليس في صورهم دماء. هذه الإشكالية يعني تحدثنا هنا مع كثير من مع بعض المنظمات التي أيضا هي يعني ربما لديها نافذة واحدة في التواصل مع المشهد الإنساني في اليمن، وطرحنا لهم أنكم يعني تنظرون إلى المشهد من عين بعين واحدة ولا تحاولون الوصول إلى هذه الخارطة المفزعة في يعني خصوصا فيما يتعلق بمحافظة تعز، كونها اليوم المحافظة التي خسرت أكبر عدد من الأطفال بواسطة القنص، كونها المحافظة التي خسرت أكبر عدد من الأطفال في بواسطة القصف بالمدفعية، كونها المحافظة التي خسرت بواسطة الحصار، كونها المحافظة التي تحتضن أكبر عدد من النازحين، كونها المحافظة التي أصبحت أكبر محافظة طاردة للسكان من مدينتهم، كونها المحافظة التي شهدت أكبر عدد تفجير من المنازل، يعني أو إيصال الصورة، ربما يعني الصورة لا تصل بتلك بإيصال يعني هذه الصورة كاملة. نعم بإيصال هذه الصورة أستاذ غبدان، هل تتوقع أن يتغير الموقف، أن تتحسن فرص هؤلاء اللاجئين، خاصة يعني ولا أظن هذا الملف كان بعيدا في الدورة 35 ولا التي قبلها، ولكن يعني يوضع للمرة يعني الثالثة منذ أن حدثت الحرب، هل تجد يعني هل تتوقع أن يكون لهذا الملف صدى أمام المجتمع الدولي وأن تتحسن صورة هؤلاء يعني أو أوضاع هؤلاء اللاجئين أو النازحين؟ ربما مشكلتنا فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية وما يرتبط بها من منظمات وما إلى ذلك من يعني في هذا المحور هناك يعني الصورة المسبقة، يعني كلما أتيت لطرح أي إشكالية يبدر الحديث عن أن يعني عن قصف الطيران، عن المملكة العربية السعودية، عن الإمارات، عن التحالف، عن هذه القصص، بينما ربما يعني نحن وصلنا إلى مرحلة للحديث عن ما الذي تريدون منا أن نفعله، يعني هل يعني هؤلاء الذين يعني يقيمون سواء في الرياض أو في دول النزوح بكافة تفاصيلها سواء من دول التحالف أو من غيرها، يعني ما الذي كان يفترض بهم أن يظلوا في العصر صنعاء مثلا ويدخلوا المعتقلات؟ هل تعتقدون أن هذه الصورة يعني وصلنا إلى مرحلة للنقاش بكل صراحة، يعني فإن يعني وتحدث يعني كثير من الزملاء بأنه المملكة العربية السعودية فتحت لنا أبوابها أو غيرها من دول التحالف وفتحت لنا أبوابها في ظل وجود يعني معتقلات تنتظرنا ويعني ومحاكم ممكن أن تعدمنا وما إلى ذلك، يعني ما الذي تريدون من أن نفعله؟ يعني ما الذي فعلت؟ يعني في النهاية أوكي نحن متفقون أن هناك أخطاء، لكن هذه الأخطاء هي جاءت كنتيجة وليس كسبب، وبالتالي يجب التعامل مع أننا ضحايا وليس ولسنا باحثين أساسا عن يعني عن دول لكي نلجأ إليها. يعني هذه الإشكالية يجب أن تفهموها بهذه الطريقة، افتحوا لنا بلدنا لكي نعود إليها، جميعا لسنا يعني فرحين بأن نعيش خارج قرانا أو مدننا أو تفاصيل حياتنا التي ربما تربينا عليها في يعني عشرات السنين. ف يعني الصورة تنقل بهذه الطريقة، فربما كان الاستيعاب إلى حد ما بأنه يعني من هذه الطريقة أنه لا نخجل أساسا أننا يعني نازحون من ماليشيا يعني تنتظرنا بمشانق وتنتظرنا بسجون وتنتظرنا بتعذيب وتنتظرنا بقصف وأنف وما إلى ذلك، فما الحل أمامكم؟ يعني هو أن تقفوا بس فقط في ظل يعني في ضد هذا المحور أو ذاك؟
إذن أستاذ غمدان اليوسفي الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، لو حدثتنا عن طبيعة المساعدات التي تقدم للنازحين، ومن هي أبرز الجهات التي تقوم بذلك؟ حقيقة أن كل النازحين اللي يأتون في المناطق اللي تقدر توصل إليها اللجنة للإغاثة والمنظمات الإقليمية، فهي بلا شك فهي تلاقي رعاية موجودة سواء كان من الهلال الأحمر الإماراتي أو من مركز الملك سلمان، فتوصل إليها أيديهم. لكن نحن عندما نتكلم على التقارير اللي دائما ترفع من المنظمات الدولية ورفع استراتيجية العمل الإغاثي كل سنة ومطالب المبالغ الكبيرة، يجب ان هم طبعا معروفه هي مناطق الصراع ومعروفه مكان التهجير، يجب انهم مسبقا انهم يهيئوا مناطق معينه للنازحين عندما تاتي هذه المشاكل يوجدوا اماكن يعويهم اول مباشره. كذلك ان اللجوء اليهم والتعامل معهم بانسانيه، كذلك عدم وجود المنظمات الدوليه قريبه من العاصمه الاقتصاديه عدن، العاصمه المؤقته، هذه اشكاليه اخرى، لانهم لا ياخذوا المنظمات الموجوده هنا او المدراء الموجودين لا عندهم القرار الحاسم في قضيه ان احنا انهم يتجاوبوا معنا بشكل اسرع. كذلك عندما نحن بنتكلم عن اللاجئين، كذلك عندما اللاجئين موجودين نحن اكثر من مره بلغناهم ان توجد لاجئين في الصومال ويوجد لاجئين في جيبوتي، بعضهم يريد العوده الى ارض الوطن، العودة الطوعية طبعا حسب النظام الأمم المتحدة. لكن لحد اليوم النداءات موجودة ولا أحد استجاب بهذا النداء أن تعود بعض المناطق موجودة. تأهيل المناطق اللي هي، لأن المبالغ اللي تأخذ في هذا المجال مبالغ غير 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 قليلة. لو أهلوا مناطق معينة في قريب من الصراع، أعتقد مخيمات معينة يوجدون فيها المياه، توجد فيها البعض الأمور التي يحتاجها النازح، أنا أعتقد بيخفف كثير من المعاناة اللي يعانوها. لكن بالطريقة اللي نحن نتركها، نحن نعمل فعل ورد فعل عندما نسمع عن في ناس نازحين وعارفين أن هذه، نعمل حالة استنفار، نبلغ المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، وتأتي الاستجابة موجودة أحيانا متأخرة وأحيانا تكون فعالية تنتهي في خلال يوم أو يومين. لكن عندما يكون طالما أن المجتمع الدولي وطالما أن الإغاثات تأتي إلينا بالشكل اللي هي ما تطلبه المنظمات الدولية، يجب أن تقوم بشكل إنساني لعمل المخيمات التي تأهلهم أو على الأقل تأوين في هذه المناطق. نحن في اللجنة العليا للإغاثة نحاول نوصل إليهم، إذا وجدت أي تبرعات وصلت إغاثة موجودة من أجت من تركيا وصلناهم إليها، أجت إغاثة من الصين الآن بواجب برضو بنوصلهم إليها، أجت قبلها إغاثات معينة نحاول نوصلهم إليها عن طريق لجان المحافظات. لجان المحافظات يجب أن برضو يرفعون إلينا بشكل أساسي ما هي عدد النازحين في كل في 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 كل منطقة والمناطق التي ممكن نوصل إليها. هل تستطيع الوصول لجميع النازحين أستاذ جمال؟ هل تستطيع الوصول إلى جميع النازحين في بعض المحافظات؟ طبعاً نقدر أيوة نقدر نوصل عن لجان المحافظات وعن طريق منظمات المجتمع المدني الموجودة في المحافظات. نحن وصلنا للتحيتة، وصلنا لذمار، وصلنا للحديدة في بعض المناطق، حاولنا نوصل إلى ريمة، وهذه المناطق المعروفة اللي هي ريمة والمحويت وحجة، هذه مناطق وسطى لا توصلها المنظمات الدولية، ودائما تتحدث إليهم أن هذه المناطق أشد فقرا وأشد جوعا، عدم وصولكم إليها هذا يعرضهم للمجاعة. كذلك عندما نحن نتحدث عن الكوليرا الذي انتشرت في منطقة في إب، انتشرت في أماكن معينة كثيرة، فقاموا بالمساعدات مشكور المركز الملك سلمان، كذلك الهلال الأحمر الإماراتي، كذلك بعض المنظمات الدولية، لكن عدم تنظيم العمل. عندما تنظيم العمل في هذا المجال هذه تحدث إشكالية ثانية. كذلك نحن معالي الوزير أكثر من مرة بيتكلم عن توزيع الإغاثة لخمسة مراكز، المراكز اللي هي قريبة من عدن اللي هي إب وتعز يجب أن تأخذ إغاثتها من عدن. نحن من خلال برنامج غذاء العالمي نحن وفرنا لهم وفتحنا لهم كل المجالات في عدن، سواء كان عن طريقة تسهيل وصول الإغاثة، سواء كان للإعفاءات اللي هم طالبينها. هم الآن عندهم برنامج موجود الآن وصلت باخر 7000 طن لعدة محافظات موجودة، لكن نحن نريد قبل بشكل مباشر نحن خطة عمل ما تكون عندنا واضحة. عندما يستلمون المبالغ المالية نحن نعرف
ما هي خطة عملهم القادمة وما هي خطة عملهم اللاحقة؟ هل هم استهدفوا المناطق اللي حنحتاجها أو لم يستهدفوها؟ هذه توجد، هذه لم يأتي إلا إذا وجدوا تحت مظلة الشرعية ومظلة اللجنة العليا للإغاثة اللي هي تمثل الشرعية وهي ند لكل المنظمات. نستطيع فيما ذلك أن نوصل إلى كل الجهات ونعطيهم المعلومات الحقيقية عن طريق لجان المحافظات. غير كذا دائما نحن بنعيش في معاناة، وطبعا معاناة الأطفال والنساء هي أكثر، سوء التغذية توجد فيهم، كذلك الأمراض، كذلك عدم وجود الماء الحقيقي، ودائما في أماكن حرب غير الأماكن الطبيعية. يعني الجهود تتكثف إليها كثير ولا يوصل إلا القليل الكثير، ولا زالت النجوح موجود، ولا زالت الحرب مستمرة، ولا زال التعنت موجود، ولا زال القصف العشوائي بطريقة عشوائية للأطفال. هذه توصد معاناة كبيرة. يعني الكل أي يمني داخل في اليمن، كل اليمنيين سواء كانوا عاديين أو سواء كانوا موجودين كلهم يعانون من 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 هذه الحرب الظالمة. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ جمال أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني من خلال متابعتكم والتقارير التي تحاولون رصدها يعني من هؤلاء الذين تم تشريدهم ونزوحهم، ما هي أبرز أسباب النزوح؟ يعني أنت حدثتنا في البداية عن بعض هذه الأسباب، ولكن أود أن تحدثني عن أبرز أو السبب الرئيسي في نزوح الكثير من هؤلاء. طبعا ابرز النزوح خاصه في الفتره الماضيه احيانا القصف العشوائي للمدنيين في قراهم، هو هذا اللي يجعل النازحين يتحركوا الى مناطق امنه. والغريبه انهم لم يصلوا في المناطق الامنه، احيانا توصلهم القذائف الى المناطق اللي نزحوا اليها، ولهذا يوجد المواطن والنازح في حيره من امره، لا يعرف فين يوجد في نفسه. يعني توجد يعني كذلك لما يأتون النازحين أحيانا في بعض القرى التي هي برضو أشد احتياجا للإغاثة من الناس النازحين أنفسهم. لابد أن يكون في عملية منظمة، لازم يكون في عملية، لازم في مسح رسمي يكون موجود، لازم أن يكون في تعاون بشكل كبير. يعني نحن عندما فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإغاثة دائما في المؤتمرات الدولية ودائما بينادوا، المساعدات توصل لليمن بشكل كبير جدا، المساعدات إذا لم نستفيد منها في إنقاذ أطفالنا، في إنقاذ نسائنا، أين تذهب؟ أين تذهب أستاذ جمال إذا لم يتم الاستفادة منها؟ أين تذهب هذه المساعدات؟ عدم التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، وأحيانا تروح أغلبيتها تروح في عملية الميزانية التشغيلية. يعني توصل الميزانية التشغيلية لبعض المنظمات ل 40%، وفوقها 15% ميزانية إدارية. هذه المبالغ الكبيرة، إلى جانب عدم التنسيق مع السلطات المحلية أو اللجنة العليا للإغاثة في عملية التنسيق بشكل مباشر. يعني نحن بالنسبة لنا هم بيعملوا استراتيجية الاستجابة في 2018، هم بيتواصلوا مع السلطات المحلية، بيتواصلوا مع بعض المنظمات الموجودة، لكن إذا لم توجد وحدة معلومات، أنا دائما أسعى إلى هذه النقطة، وجدت وحدة معلومات كاملة متكاملة في اللجنة العليا للإغاثة لجميع المحافظات وجميع القطاعات، تكون هي تأخذ الدول المنظمات الدولية تأخذ هذه الاحتياجات من خلال هذه اللجنة العليا للإغاثة، ومن خلال هذه الوحدة المعلومات، ومن خلالها يتم التنسيق والمتابعة في عملية استهداف الأماكن التي هي أشد احتياجاً، وهو بدورنا نحن أن نوجه إليهم أماكن الاحتجاج وأماكن الاستهداف. لكن هم غالبية المنظمات الدولية تعتمد على شركاء لهم أو بعض المنظمات اللي هي مفرخة من عندهم منظمات أوروبية، فأحيانا تكون أحيانا ما تكون بالشكل المطلوب. يعني في 2016 عندما بيتكلموا وعن تقريبا 16 مليار و600 مليون دولار اللي هي الاستجابة في 2016، يعني حسب قرارات وحسب حكم تقارير لم ينفذ منها إلا 30%. فنحن عندما نسأل فين بقية المبالغ التي لم يتم تنفيذها؟ لماذا لم تتم تنفيذها؟ ولماذا يعني؟ فهذه العملية فيها نوع من علامة الاستفهام، ليس هو تقصير منهم، وإنما عدم التنسيق وعدم التنظيم أحيانا. ولو توجد يعني برامج
امام الحكومه، يعني بحيث انها ممكن تقدمها عن طريق اللجنه العليا للاغاثه بشكل مباشر لاستهداف هذه المناطق او في اماكن اللي هي اشد احتجاجا في هذا المجال. في بعض المناطق نحن المحرره قد نحن لا نحتاج للاغاثه بشكل كبير، لكن نحتاج في اعاده التعافي، لكن في بعض المناطق هي تحتاج مثلا في عمليه التهجير اللي حصل هذا، يعني نحتاج نحن لخيم، نحتاج لايواء، نحتاج على الاقل لانقاذ الحياه في هذه المناطق. وفي بعض المناطق اللي هي تحت سيطره الحوثيين يحتاجون انهم الى المياه، يحتاجون الى كذلك الاصحاح البيئي. يعني عندما الان بيتكلم على مركز الملك سلمان، المبالغ اللي سلمت لمنظمة الصحة العالمية 66 مليون دولار و700 ألف، هذه عندما نحن نتحدث عليهم أن يجب أن تستخدموها في الإصحاح البيئي، تدفعوا فيها في حفر الآبار لإعادة الحياة بالنسبة للمجاري. يقول لك بتتكلم نحن في حاله طوارئ، هذه ما لهاش ما توجد في عمليه الطوارئ، وهذه عدم التنسيق وعدم فهم الاغاثه لحد الان نحن نحس ان نعم يحدث هذا الارتباك. ساعود اليك استاذ جمال بعد ان ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ هايل الهلالي رئيس وحده الرصد في مؤسسه وثاق للتوجه المدني. مساء الخير استاذ هايل. سلام. تسمعني استاذ هايل؟ أهلا وسهلا بكم، الآن تمام الصوت واضح. نعم أهلا بك. بداية أود أن أسألك، هل لديكم إحصائيات أو تقديرات عن عدد النازحين؟ في تعز طبعا. ألو. نعم أستاذ هايل تسمعني الآن؟ الآن تمام. استمعت إلى سؤالي أم أعيده؟ لا تمام. في الحقيقة في البداية نود أن نقول لك سعد الله مساك ومشاهديك الكرام. في تعز مدينة منكوبة منذ سنة ميليشيات الحوثي والقوات من الصالح حربها على مدينة تعز، تعتبر أبشع أنماط الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي والقوات من الصالح هي عملية التهجير القسري اللي مارسته على نطاق واسع ومنهج على كثير من المناطق في مدينة تعز. تقوم ميليشيات الحوثي والقوات المنصالح بتهجير السكان قسرا وطردهم من أماكن إقامتهم بدون أي مبررات أمنية أو مبررات عسكرية. مارست هذا الانتهاك على كثير من المناطق وبالذات في المناطق الريفية الواقعة على أطراف مدينة تعز. قامت بتهجير قرية تبيشعة، أيضا قرية خور في جبل حبشي، أيضا في منطقة غراق وفي مديرية سامع وفي مديرية الوازعية. مارست انتهاك التهجير القسري بشكل واسع وبشكل ممنهج، وعندما تمارس النمط الانتهاك بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع فإن هذا القانون يوصفه بجريمة حرب وفقا للنظام الأساسي لاتفاقيات روما. نعم لم تحدثني، هل لديكم إحصائيات أستاذ هلال؟ هل لديكم أرقام معينة؟ بالتأكيد هناك أرقام كثير يتعدون 24 ألف. هناك إحصائيات للعديد من المنظمات، أيضا نحن نرصد قرابة هناك نازحين في منطقة الوازعية، هناك نازحين في منطقة جبل حبشي، هناك نازحين في على أطراف المدينة، هناك نازحين كثير نزحوا قرابة أكثر من 2 مليون نازح في مختلف المناطق على أطراف مدينة تعز. نعم. إذن ما هو تقييمك لحالتهم الإنسانية؟ بالتأكيد هؤلاء النازحين وخاصة النازحين في القرى الريفية يمرون بأصعب الظروف، لأن النزوح من المدينة فكثير من المدنيين والسكان المدنيين نزحوا من مدينة تعز أبان الحرب ببداية الحرب على مدينة تعز، لكن كان هؤلاء النازحين من المدينة لهم مساكن، لهم أقارب نزحوا إليهم، لكن الآن تطور عملية النزوح وتطورت عملية التهجير القسري، فأصبح ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح تهجر المواطنين الساكنين في المناطق الريفية قسرا. وأنتم تعلمون أن المواطن في المناطق الريفية يوجد لديه مواشي، يوجد حياته كله وانتماءاته في قريته وفي منزله، من الصعب عليه أن يقوم بعملية نزوح أو أن يتلقى نمط التهجير القسري، لديه مواشي، لديه حياته كلها
موجودة في منزله في القرية الريفية، من الصعب عليه أن ينزح إلى مكان أيضا لم يتعود المواطنين اليمنيين النزوح إلى مخيمات أو النزوح إلى مدارس، فعملية النزوح إلى المدارس تصبح حالة نفسية لدى المواطنين. أيضا تقوم ميليشيات الحوثي والقوات المصالح بإجبارهم على الرحيل من مواطنهم دون حتى السماح لهم بأخذ أمتعتهم الشخصية. نحن رصدنا حالات كثيرة، مثلا تم تهجير قرية تويشع ولم يسمح لهم بأخذ أمتعتهم الشخصية وأمتعتهم وأثاث منازلهم معهم، يخرجون هم عائلتهم وهم كل يعني أطفالهم ونسائهم، ومن الصعب على أي شخص أو راصد أن يصف الحالة الإنسانية والكارثية التي تمر بها النازحين أو المهجرين قسرا وهم يعيشون في بيوت في منازل أقاربهم وهي منازل لا تكاد أن تتسع لصاحب المنزل، أو أنهم يذهبون هنا وهناك في أطراف قرى وحالة متعبة وحالة إنسانية يرثى لها. للأسف الشديد لم تلتفت المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية الداعمة إلى هؤلاء المشردين في مناطق شتى على أطراف مدينة تعز. هل تواصلتم معهم أستاذ هلال؟ يعني هل لديكم يعني خط بالتواصل معهم ويعني توضيح مدى الحالة التي يمر بها هؤلاء؟ نحن منذ بداية لا توجد تهجير قسري أو عملية نزوح جماعية ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المواطنين في مدينة تعز أو في المناطق الريفية إلا ونحن حاولنا أن نقوم بإيصال هذه المآسي إلى كل المنظمات الدولية وآثرناها عبر الإعلام وآثارها أيضا الإعلام بشكل واضح، لكن للأسف الشديد مدينة تعز بشكل متعمد تلقى خذلان من جميع الأطراف، تلقى خذلان حتى من الطرف الشرعية من المنظمات الدولية، لا يوجد أحد التفت إلى هذه المدينة. هذه المدينة منذ ما يقارب عامين وهي تمر بأبشع الظروف وأدنى الظروف المعيشية. اليوم الموظفين لا يستلمون الرواتب، اليوم الحالة الصحية متدهورة، اليوم المواطنين بلا إغاثة، لكن كل هذا نحن نقول بصريح العبارة إن هذا الخذلان أصبح خذلان متعمد لهذه المدينة. نعم، أتمنى أن تصل رسالتك أستاذ هايل لمن يعني هم الأمر. شكرا جزيلا لك هايل الهلالي رئيس وحدة الرصد في مؤسسة وثاق للتوجه المدني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، ربما يعني من حديث الأستاذ هايل يجعلني أتساءل أين تعز في خارطة الإغاثة وخاصة ونحن نتحدث عن النازحين؟ الحقيقة نحن بالنسبة لمحافظة تعز هي جل اهتمام اللجنة العليا للإغاثة بحكم أنها أشد المناطق التي تعرضت للقصف وأشد المناطق التي تم فيها التهجير. نحن في الأسبوع الماضي أرسلنا إلى مدينة تعز 40,000 كيس دقيق من الأتراك، كذلك في خلال الأيام القادمة حوالي 28 قاطرة من مركز الملك سلمان، فعدة أماكن حنوصل إليها كذلك حنحاول، بس إنما هي الإغاثة اللي توصل عبر اللجنة العليا للإغاثة هي تأتي بشكل مش بالشكل المطلوب لأنها تشمل الجمهورية اليمنية كامل. لكن عند المنظمات الدولية هي الآن في خطة عمل موجودة مع برنامج الغذاء العالمي اللي هو معاهم في حدود 7,000 طن موجودة بالنسبة للمواد الغذائية تشمل عدة محافظات من ضمنها تعز. لكن بالنسبة للحجم المأساة الموجودة تعز، فمهما نحن مهما كان قدمنا أو المنظمات الدولية قدمت، فهي يجب أن تكون في تكثيف كثير جدا لهذه المنطقة، لأن فعلا هي بأشد احتجاجا من عدة أكثر من المحافظات التي تحتاج للإغاثة الموجودة، لتهجيرهم كذلك، لحصارهم الشديد كذلك، لا يوجد أمامهم أبدا اللهم عدة مناتي تأتي من عدن. تنظيم العمل تنظيم العدم وإيصال الإغاثة بشكل منظم ودوري، يعني هي أحيانا توصل للإغاثة لمدينة تعز وتجلس معها عدة أشهر ما توصل إليها. الحصار الشديد يؤثر كثير والنازحين هم أشد احتجاجا، يعني من خلال المنبر هذا
يعني يا ريت ان تسمع، نحن بكثير من المنظمات ان تسعى الى المناطق اللي هي توجد فيها نداءات استغاثه كثيره، في عده كثير من المناطق اللي هي يوميا نحن نستلم منهم نداء استغاثه، لكن قد لا نقدر نوصل اليهم في اماكن كثيره، لكن ممكن تتوصل اليهم المنظمات الدوليه. المنظمات الدوليه دائما بتكلم عليهم، حتى حق الاسبوع الماضي المنسق الامم المتحده جيمي وصل لعدن وجلس مع رئيس الوزراء كذلك المفوضيه الساميه، فدائما احنا كذلك اليمن هي تتحمل اللاجئين اللي ياتون من الدول الافريقيه. اللاجئين اللي ياتون الدول الافريقيه كذلك نحن نتكلم معهم وتحدثنا اكثر من مره، فاليمن هي ممكن تحملها، فالصومال اشقائنا واي انسان ياتي الى اليمن برغم فقرنا فنحن نستقبلهم فهم اخواننا، لكن احنا دائما نطرح اليهم ان توجد محاشر صحيه في مناطق السواحل على الاقل لا ينقلوا الينا بعض الامراض التي تاتي عبر البحار. وهذه في قصور شديد في هذا المكان وهذه المنطقه هذه الموجوده. انا اعتقد ان الاهتمام الكبير بالنازحين خاصه في المجال الصحي وخاصه في المجال التغذيه والايواء ماذا عن ان يركزوا عليه في الفتره القادمه. ماذا عن الدعم النفسي استاذ جمال والايوائي، برامج التوعيه من مخاطر المشاكل الصحيه والاوبئه ايضا وما يحيط بالاسر من شتات وفي المخيمات بالذات، هل هناك من يقوم بعمليه تثقيف ويعني معالجه نفسيه ولو مؤقته؟ الحقيقة طبعا اكيد هي طبعا بالنسبه عندما هي حلقه 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 متربطه بعضها البعض، عندما يكون في تعاون موجود، عندما يكون في تنظيم في العمل، عندما يكون في كذلك يعني التوقعات، يعني عندما انا اجي اقول اعرف انه في منطقه محاصره، في منطقه يمر فيها القصف، شيء طبيعي ستاتي نازحين، سياتوا من هذه المنطقه يعني نزوح بشكل كبير، اذا لماذا لم نستعد اليهم بدل ان نحن نطلب منهم نداء استغاثه؟ لماذا ان نعمل لهم خيام سبقه؟ لماذا لم ناتي في مناطق معينه نبحث ابار توازيه لهم؟ هذه مبالغ، توجد مبالغ كبيره مع المنظمات اللي ممكن تعمل هذا المجال، يعني لكن عدم القصور في عمليه المعلومه، كذلك التباطؤ زي ما تكلم الاخ سابقا، حتى عمليه في المواقف عدم الادانه، يعني نحن دائما نطلب منهم حتى في عمليه الادانه، حتى لو كان في الشرعيه في توصل عندهم بعض الغلطات فنحن لا نمانع انها تديننا، لكن على الاقل العالم يعرف من هو الغلطان ومن هو اللي يقوم اللي يعوق العمل الغاثي ومن العمل الانساني، نحن في العمل الانساني نحن لا نفرق، نحن مسؤولين على اليمن بشكل عام، نحن وصلنا الى كثير من المناطق اللي تحت سيطره الحوثي وصالح عن طريق المنظمات الدوليه لاغاثتهم، كذلك اللي عمل بعض المشاريع الموجوده، نحن عندنا مشاريع الان في منطقه دمار وفي مناطق اخرى يعني وصلوا اليه الاصحاح البيئي، كذلك عملية المياه، هذه الأماكن هذه كلها نتمناها أن يكون في شراكة موجودة، يكون في خط موجود، يكون في تعاون كبير، يعني هي لجنة عليا الإغاثة هي ولجانها الفرعية برئاسة المحافظين في كل محافظة، أنا أعتقد أنه خير عون لهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جمال بلفقية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.